إطلالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز، شيرين عبد الوهاب تفتح صفحة جديدة في حياتها وحلم السينمائيين السعوديين يتحقق أخيراً. إليكم أبرز ما شغل رواد السوشيال ميديا الأسبوع الماضي. قولوني اتخرم، أوف، جالي تسمم في الدم وأنا بموت. تصدر اسم ياسمين عبد العزيز عناوين المواضيع الرائجة في العالم العربي، بينما كان محبو النجمة المصرية يتابعون إطلالتها الأولى مع الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن محنة مرضها التي استمر 3 أشهر منذ منتصف شهر يونيو حزيران 2021 بسبب خطأ طبي كاد يودي بحياتها. عايزة أقول لك يا منى، أنا كنت بموت. بعد عرفة بقيت بني آدمة تانية. فعلاً يا سيدي، بني آدمة تانية. طلعوني من العناية المركزة ودخلت الأوضة، قعدوني في الأوضة، بقيت بعرف أتكلم، بقيت ردت فيا الروح. إطلالة مؤثرة طغت عليها دموع النجمة المصرية التي طالما أسعدت بفنها الملايين على امتداد العالم العربي، واستكملت بجزء ثاني مبهج جمعها بشريك حياتها الفنان أحمد العواضي. أقول لك إيه، على الله حكايتك يا سيدي. على الله حكايتك. ومما شغل رواد مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة خبر انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، الذي أكدت النجمة المصرية وقوعه في بيان أصدرته مطلع الأسبوع الماضي وضع حداً للغط الذي دار حوله مؤخراً. ودعت شيرين إلى احترام حياتها الشخصية وأعلنت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها تهب فيها حياتها لفنها وابنتيها، وقالت إنها تنوي العودة بقوة إلى الساحة الفنية خلال الفترة القادمة. وحظي ظهور نجمة الزمن الجميل الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتفاعل كبير على مواقع التواصل وسط حفاوة كبيرة من جمهور حفل الختام، الذين احتفلوا أيضاً بإطلالة الفنان المصري القدير رشوان توفيق، الذي سلم جائزة أحسن ممثل للفنان محمد ممدوح عن دوره في الفيلم المصري أبو صدام من إخراج نادين خان. ومن القاهرة إلى مدينة جدة، حيث تحقق حلم السينمائيين السعوديين أخيراً بانطلاقة الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وضمن توجه المهرجان بالاحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما، كرمت في حفل الافتتاح كاترين دونوف أيقونة السينما الفرنسية، والفنانة المصرية ليلى علوي، والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، صاحبة أول فيلم روائي طويل تم تصويره بالكامل في المملكة سنة 2012 تحت عنوان وجدة. ومن جدة التي كانت تحت الضوء الأسبوع الماضي بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الفورمولا 1 إلى موسم الرياض الذي يحتفي بأنماط مختلفة من الفنون، حيث تنوع المشهد خلال الأسبوع الماضي من صخب المهرجانات والغناء الشعبي إلى ليلة من الطرب الأصيل أحياها المطرب هاني شاكر مع مي فاروق ومحمد محسن. يا حبيبي